السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 20 من دورة أندرويد أعمال. محاضرة النهاردة تعتبر هي ثمرة كل المحاضرات اللي فاتت دي الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها، إن احنا نعمل حاجة اسمها برودكت ماركت فيت. هنشرحها النهاردة بالتفصيل، وكمان هيبقى في مراجعة كده حلوة قوي للمحاضرات الأخرى اللي هما الخمسة تقريبا اللي فاتوا، فتبقى إن شاء الله محاضرة مفيدة جدا بالنسبة لكم. معاكم عبد الله الوكيل. احنا بنستكمل، والنهاردة هتبقى نهاية الـ Value Proposition Canvas. وقلنا ان الـ Value Proposition Canvas هو دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل الـ Value Proposition Design، او نصمم القيمة المقترحة بتاعتنا بناء على احتياج السوق. وقلنا ليه بنعمل ده، علشان نحقق الحاجة اللي احنا هنتكلم وهنركز عليها النهاردة اللي هي الـ Product Market Fit. فاستعرضنا المحاضرة اللي فاتت أو المحاضرات اللي فاتت الـ Customer Segments والـ Value Proposition، واتكلمنا عنهم بالتفاصيل، والنهاردة هيبقى فيه جزء مراجعة كده حلو إن شاء الله يفيدكم. تعالوا كده نزوم إن أو نركز على الـ Product Market Fit كمصطلح أو تايتل، ونبدأ نشوف هو جه إمتى أو جه إزاي. قلنا إن إحنا عندنا في الـ Value Proposition Canvas حاجتين رئيسيتين. أول حاجة الـ Customer Segments، بنبدأ نعمل أول حاجة Customer Segmentation، نحدد الشريحة بالظبط اللي احنا عايزين نستهدفها، وكمان نعمل لها كاستمر بروفايل بناء عليه نبدأ نعمل الفاليو ماب او القيمة، تصميم كده للفاليو بتاعنا، وكمان اخيرا نحدد الكومبتيتيف ادفانتجز او الميزات التنافسية اللي هتميزنا عن اي حد موجود في السوق بيحاول يسعى. كل ده ليه بقى؟ كل ده ليه؟ وهو الهدف بتاع الفاليو بروبوزيشن كانفاس، علشان نعمل البرودكت ماركت فيت او ملائمة المنتج بتاعنا للسوق. طبعا احنا لسه مش معانا منتج، بس الفكرة قبل ما هعمل منتج بسأل نفسي هل انا بحقق البرودكت ماركت فيت ده ولا لا. البرودكت ماركت فيت بالنسبة لي انت في حاجات كده محورية بالنسبة للفكرة بتاع المشروع بتاعك. نقطة محورية رئيسية هترتكز عليها ان انت تكمل المشروع ده ولا لا، هو ان انت عامل برودكت ماركت فيت ولا لا. البرودكت ماركت فيت زي ما قلنا قبل كده، ان انا في منتج انا بقترحه او خدمة عايز اعملها وفي سوق. فهل بقى بعد كل المحاضرات اللي فاتت دي والشرح بتاعنا، هل انا خلاص على يقين ان انا اقدر اعمل الفيتنج او الفيت او الملائمة ولا لا، ان المنتج هو احتياج للسوق فعلا؟ طيب حابب اكد على حاجة، اكد عليها، اكد ان انت بعد كل المحاضرات دي لو ما لقيتش ان انت عندك strong product market fit ارجوك ما تكملش. يعني ايه ما تكملش؟ يعني انت ممكن تقترح فكرة تانية، شوف تاني، اعمل طور في الديزاين بتاعك تاني، ارجع المحاضرات وركز اكتر. لان فكرة ال product market fit لو هي مش موجودة معاك بصورة 100% انت مش هتقدر تخش السوق. ايه ده مش هقدر اخش السوق؟ يعني ايه؟ يعني الجملة اللي انا هكتبها لكم دي لوك اند كي، قفلوا مفتاح. هل جربت كده تحاول تدخل بيتكم في يوم وجربت مفتاح غير المفتاح بتاع الشقة، غير المفتاح بتاع البيت؟ لا صح، هي دي بالظبط نفس الفكرة. لو انت ما صممتش مفتاح بالظبط للباب بتاع البيت، او هنا بقى بصورة غير مباشرة للماركت بتاعك، للباب بتاع السوق، ما صممتش مفتاح صح. يعني احنا عادة ممكن نصمم مفتاح ونيجي عند الراجل يعني ونيجي نفتح الباب ما بيفتحش ليه، اصل كان في سنة كده تفصيلة ما اتظبطتش. بالظبط هو ده اللي احنا بنعمله كل المحاضرات اللي فاتت بالمصطلحات المختلفة دي، عشان احنا عايزين نصمم مفتاح يكون ملائم للقفل بتاع الباب بتاع السوق اللي احنا بنترجته. طيب البروسيس بتاع البرودكت ماركت فيت، احنا شرحنا كذا حاجه كده، بس انا حابب اجمعهم النهارده في المحاضره دي. تعالوا كده نشوف البروسيس الرئيسيه. اول حاجه يعني احنا نجمعهم كده نشوف احنا بنعمل ايه اصلا، او ازاي ان انا بحدد البرودكت ماركت فيت. الناس اللي ركزت في المحاضرات اللي فاتت هتلاقي او هتحصد الثمره دي النهارده. فاول حاجه بتبقى عندنا ان احنا بنحدد الكاستمر سيجمنتيشن، بنحدد الكاستمر سيجمنت بالظبط او بالتحديد بالتفصيل اللي احنا عايزين نستهدفه. تاني خطوة زي ما قلنا ان انا هاخد الكاستمر سيجمنت اللي انا حددته ده وابدا اعمله بروفايل، عايز افهمه، عايز اعرف هو محتاج ايه بالظبط. طيب وايه الحاجات اللي بيعاني منها، وايه الحاجات اللي هو عايز ان هي تكون موجودة، وايه الحاجات اللي ممكن unexpected كمان احنا نحققها.
للكاستمر بتاعنا من خلال الفكرة بتاعتنا او البروجكت ده. الحاجة التالتة بعد كده اللي هي الفاليو ماب، ان انا خلاص هصمم او هعمل خريطة للفاليو بتاعي، للقيمة اللي انا عايز اضيفها بناء على احتياج الكاستمر ده وبناء على فهمي العميق للكاستمر بتاعي بعد ما عملت له كاستمر بروفايل. طب الخطوة الرابعة، ايوه زي ما انت قلت، وهي الـ competitive advantages، ان انا خلاص بعد ما صممت حاجة انا عارف ان الكاستمر بتاعي عايزها، هبدأ ابص بقى على السوق بتاعي او الشركات اللي موجودة او الـ competitors اللي ممكن يكونوا متواجدين، وابدأ احدد الـ competitive advantages بتاعتي او الميزة التنافسية او المميزات التنافسية بتاعتي عن كل الـ competitors اللي ممكن يكونوا موجودين في السوق. طب بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ خلاص انا وصلت ليقين كده. define your MVP features set. MVP ده كنا قلنا قبل كده وهنشرحه خلال المحاضرة الجاية بتفاصيل اكبر، وهو عبارة عن minimal valuable product او اقل يعني قيمة لمنتج اقدر انزل بالسوق. يعني اول منتج انا خلاص هقدر انزل بالسوق، وهنتكلم عن ده وهنشرحه بالتفصيل المحاضرة الجاية. فبين قوسين ان انا بديفاين يور ام في بي او المنتج فيتشرز او الخصائص بتاع المنتج اللي هيحقق لي فاليو ماب كويس وكمان فيه كومباتيتيف ادفانتجز كويس. ديفاين دي يعني ايه؟ يعني حدد. هقول والله ان انا هعمل عربية مثلا بمواصفات معينة، فخلاص بحدد بناء على كل اللي فات ده. طيب بعد كده خلاص انا حددت، وممكن اقول صممت بشكل كده تخيلي ايه اللي ممكن اعمله. طيب بعد كده هل هروح انتج المنتج على طول؟ لا، بعمل حاجه سته او المرحله السته اللي هي سمعناها قبل كده فعلا، create your prototype. ان انا النكست ستيب بعد كده ان انا عايز اعمل بروتوتايب. بروتوتايب ده احنا شرحناه قبل كده برضو، وقلنا ان هو حاجه من خلالها بعبر عن الفكره بتاعتي بس ملموسه. لو افترض مثلا حد عايز يعمل موبايل ابلكيشن، فهيعمل ايه؟ هيبدا يعمل ديزاين، الديزاين بتاع الصفحات المختلفه، بحيث ايه الهدف؟ ان انا اوجهها للناس بقى، للكاستمرز دول، اجيب مثلا 2 أو 3 من الناس اللي انا مستهدفهم وابدا اوجيه الشكل بتاع الابليكيشن ده مثلا، فهل ده حلو ولا مش حلو، وابدا اخد الفيدباكس بتاعته. لو انا بعمل حاجه هندسيه شويه، هعمل بقى whatever منتج او حاجه مصغره ليها، وابدا اعرضها في معارض واحصل على الفيدباكس المختلفه. ايه رايكم في حاجه زي كده بالتصميم ده، بالفكره دي لو جت؟ وبعدها بقى نبدأ ننتقل لمراحل مختلفة هنذكرها بعدين، لكن دي الست خطوات الرئيسية. ان انا ابدأ اقول ان انا خلاص معايا، او ان انا في potential، في يعني potential، يعني ان في امكانية كبيرة جدا ان المنتج بتاعي يكون محقق البرودكت ماركت فيت بصورة اساسية. طبعا احنا شرحنا اول 4 خطوات بتفاصيلهم، ولو حد بيسمعني اول مره فاعمل كويك ريفيجن كده، وليكوا برضو للناس اللي متابعاني اول باول، سريعا كده الكاستمر سيجمنتيشن احنا اتكلمنا فيها وقلنا ان انا بحدد الفئه المستهدفه ليه، لان انا السوق بتاعي زي ما انتم شايفين ممكن اقسمه بناء على حاجات مختلفه، واتكلمنا على مصطلح مهم جدا الكاستمر انسبايرد انوفيشنز، وان فكره ان انا لما هفهم الشرائح المختلفه اللي موجوده في السوق هقدر ان انا ممكن استهدف فئه محدش استهدفها، رغم ان نفس المنتج موجود. وهدي مثال دلوقتي على اي سكول ستارت اب ناجحه جدا. هي بدات كستارت اب، فكرتها في ايه؟ ان هي والله عايزه اتعلم البرمجه. طب تعليم البرمجه ده على مستوى العالم موجود او مستوى العالم موجود؟ هي حددت اكتر على مستوى مصر. طيب تعليم البرمجة على مستوى مصر موجود؟ كان موجود عادي. طيب هي اختارت شريحة مش موجودة او محدش اشتغل عليها، فكرة الاطفال، انا هعلم البرمجة في مصر للاطفال. فتحديد الكاستمر سيجمنت ممكن يجيب لك فكرة تكون هي مصدر الابتكار بتاعك اصلا. تعليم البرمجة موجود بس انا هستهدفه للاطفال في مصر، لان تعليم البرمجة على مستوى العالم ممكن يكون موجود في اماكن مختلفة. فبالتالي دي فكرة الكاستمر سيجمنتيشن، بحدد بالتحديد بالتفصيل مين الكاستمر سيجمنت اللي انا عايزه، وبناء عليه ببدأ اشوف كاستمر بروفايل. مثلا اي سكول خلاص حددت ان هي هتستهدف الفئة دي، فهبدأ اشوف بقى الجوبس والبينز والجينز المختلفة للفئة اللي انا استهدفتها دي. الناس دي هتعمل ايه علشان توصل لان هي تتعلم برمجة اصلا؟
طب ايه هي المعوقات بالنسبة للفئة دي او المشاكل اللي هتقابل الاطفال عشان يتعلموا برمجة؟ طب ايه هي الجينز اللي ممكن يكسبوها من خلال تعلمهم برمجة او الحاجات اللي هم هيكونوا حابين يتعلموها انسون؟ فبالتالي ببدأ ان انا اعمل كاستمر بروفايل كامل للفئة اللي انا مستهدفها. بعد كده خلاص انا عرفت هم عايزين ايه، هبدأ اصمم الفاليو ماب بتاعي على اساس ده، ان انا المنتج او الخدمة بتاعتي هتجليف البينز المختلفة، المشاكل اللي ممكن تقابل الناس في الحصول او الفئة اللي انا مستهدفها في الحصول على القيمة اللي انا عايز احددها، وكمان الجينز اللي ممكن يكتسبوها او ان هم يكونوا عايزينها. فانا هعمل او اصمم برودكت او سيرفيس بتحقق ده، سواء كان هو بيشيل مشاكل مختلفة او ان هو بيكريت الجينز المختلفة. بعد كده اقدر ان انا اسال بقى بتفاصيل اكتر ازاي هيقدر المنتج او الخدمه بتاعتي دي هتريليف البينز، ان هي تشيل كل المشاكل اللي ممكن تقابل الكاستمر بتاعي، وفي نفس الوقت ان هي السؤال التاني ان انا هاو ان انا ازاي هقدر اجين او اعمل جينز كرييتورز، او ان انا احقق المكتسبات او الحاجات المكاسب اللي ممكن الفئه دي تكون عايزاها فعلا. فعلى اساس كده بدانا نحدد الفاليو ماب، واخيرا ان احنا اتكلمنا على الكومبتيتيف ادفانتجز، وقلنا البدايه ان انا بحدد الكومبتيتورز بتوعي وابدا اتعمق فيهم وادرسهم بصوره كامله، ومن خلال ده ابدا اقول بقى والله انا عندي حاجه من الثلاثه دول او الثلاثه دول او اتنين من الثلاثه دول، اللي هي الميزات التنافسيه المختلفه، سواء الكوست ادفانتجز او الديفرنشيشن ادفانتجز الخاصه بالقيمه بقى او الفاليو نفسها، او النيتورك ادفانتجز ان انا ممكن في ستارت ابس زي ما شرحنا قبل كده ان هي ممكن تبقى قايمه اصلا على فكره ان هي عندها نيتورك بصوره قويه جدا، فهي دي الميزه التنافسيه اللي هتقدر تدخل بيها السوق بشكل عام وبشكل خاص بك. طيب فده كده كان الاربع مراحل المختلفه. المحاضره الجايه هنبدا نتكلم على المصطلح بتاع برودكت مانجمنت، وهنتكلم عن الحاجتين رقم 5 و6، البروتوتايب اللي احنا قلناه وفكره MVP. يعني ايه MVP؟ ده هنشرحه ان شاء الله المحاضره اللي جايه. اتمنى ان يكون كل حد هنا بيسمعني يكون وصل يا رب كده البرودكت ماركت فيت، ودي حاجه مهمه جدا زي ما احنا قلنا، وعلى اساسها هتكمل التاسك بتاعها بتاع النهارده بتاع المحاضره دي، هو سؤال have you a product market fit، هل انت الفكره بتاعتك دي من خلال الحاجات اللي احنا عملناها في المحاضرات اللي فاتت دي، هل انت شايف ان هي ممكن تحقق البرودكت ماركت فيت؟ لو فالسؤال بقى التاني هيكون عباره عن هاو، وقلنا بغششكم الاجابه اهو، قلنا البرودكت ماركت فيت ده احنا بنعمله ازاي، عن طريق ان احنا بنعمل حاجه اسمها الفاليو بروبوزيشن كانفاس، فانا محتاج الفاليو بروبوزيشن كانفاس تكون كامله بالنسبه لكم. شكرا ليكم، ان شاء الله اشوفكم المحاضره الجايه. السلام عليكم.